الفريزة أصعب طبعا من المخرطة. ليه أصعب؟ لأن المخرطة ستاندرد أكتر. يعني إيه ستاندرد أكتر؟ يعني العمليات اللي بتعمل عليها محدودة شوية أو محددة شوية، وشكل المخرطة محدد أكتر من شكل فريزة. أوكي، اتجاهات الأكسيز، يعني أنت عندك المخرطة الحاجات اللي بتتحرك إيه؟ الحركات محددة شوية. أنت عندك الورك بيس بتلف مكانها، خلاص؟ عندك التيل ستوك بيروح ورا وقدام، عندك ال عندك اسمها ايه الكارج اللي هي بتشيل، بتتحرك يمين شمال وبتخش ايه، تخش بالعرض وتطلع عشان مثلا اتجاه تعمل الدبت اوف كات او اتجاه الفيد مثلا في حاله الفيسنج او في حاله لكن ما فيش ريلاتيف موشن مختلف عن كده. يعني الورك بيس هي ثابته خلاص، يعني المحور بتاع الورك بيس ما بيتغيرش، الا لو هتعمل خراطه لا مركزيه مثلا عن طريق شق الظرف الرباعي فبتحلها شويه وكده، لكن حركه الورك بيس ستاتيك اكتر. فالمخرطه ستاتيك، ثابته شويه عن الفريزر، ولذلك تلاقي الناس اللي بتفهم في المخرطه اكتر من الناس اللي بتفهم في الفريزر. تمام، حتى لو مخرطه سي ان سي تلاقي الناس اللي دايسه في مخرطه سي ان سي اكتر من الناس اللي دايسه في فريزر سي ان سي. اوكي، عندنا مثلا حتى في المجمع هتلاقي في كام واحد يفهم في المخرطه؟ هتلاقي كتير اللي بيشتغل مخرطه، هتلاقي كتير سواء من الناس اللي في الورش او حتى من الطلبه اللي خدوا الماده دي او اللي دخل المسابقه. هتلاقي بقى كام واحد يفهم في الفريزه؟ هم ثلاثه بالعدد الورش كلها. اوكي، اللي هو يقف على فريزه يشتغل بيها، يعني هم بالظبط ثلاثه بالعدد. انما في المخرطه هتلاقيهم 11 12 مثلا واحد. تمام، الفريزة مش بقول لك كده انها اصعب، يعني هي الفريزة فيها مخ شوية وفيها حسابات شوية وفيها هندسة شوية اكتر من المخرطة. اوكي، تمام، يعني فيها حسابات شوية وفيها علم شوية عن المخرطة. يعني دكتور، سواء كانت مانيوال او سي ان سي، طبعا السي ان سي يعني كنت عايز اسال بس على فيد على حاجة، يعني اسال يعني تعريف الفيد لما حد يقول ايه هو الفيد اقول له ان هو معدل التاكل اللي انا باكله من لا برضه في ناس كانت قالت معدل ايه الرايش. انا مالي مال معدل الرايش يا جماعه؟ ايه علاقه معدل الرايش بالفيد يا جماعه؟ طب هو تعريفه الاصلي ايه يعني؟ بص، تعريفه الاصلي انت دلوقتي، انا هديك مثال بسيط. انت ماسك شنيور كويس وعمال تخرم في الحيطه، كويس، الدبث اوف كات هو فين هنا؟ المقصود بيه ال 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 البودره اللي نازله من الحيطه مكان الفراغ. لا، الطول كله اللي انا هقطعه، المسافه، لا الطول، الدبث كله، الطول كله اللي انا هقطعه. ايوه ماشي، هو اوكي الدبث اوف كات، اوكي ماشي، هيبقى الطول بتاع الطوق جوه الحيطه، ماشي خلاص. وفي حاجة تانية ممكن يبقى عندك فيها دبس اوف كات في حالة التأب، أو مش دبس اوف كات بقى بيسموه، يعني ممكن حاجة تانية ممكن تبقى دبس اوف كات. توقع ايه؟ في اتجاهين للدبس اوف كات. هو لتس سي ان انت كان عندك ثقب في الحيطة قطره 6 مللي، صح؟ انت عايز توسعه تخليه 8، فهتقوم جايب البنطة ال 8 مثلا، أو يعني واحدة البنط لغاية ما تخش توسع فيه. فالدبث اوف كات في الحاله ديت ان القطر كان 6 وسع بقى 8، صح؟ وعندك دبث اوف كات تاني جوه الحيطه، هيدخل قد ايه جوه الحيطه؟ خلاص كده؟ طيب اتجاه التغذيه يا جماعه، ان انا وانا شغال بخرط او بقطع بالدريلنج، بخرم بالدريلنج بالشنيور او بعمل بالفريزه، انا مش شغال في حته واحده، صح؟ انا بتحرك من مكان لمكان، صح؟ تمام؟ طيب والحركه اللي انا بتحركها دي المفروض تبقى مربوطه بايه؟ مربوطه باللفه بتاعه الورك بيس، مش كده؟ اللفه بتاعه الكاتنج تول. تمام؟ يعني انا مثلا عمال داخل جوه الحيطه، داخل 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 داخل، خلاص؟ اكيد الطبيعي ان انا ما ينفعش اقول مثلا انا هدخل ملي كل ما البنطه بتاعت الشور تلف نص لفه. لا، اكيد لما تلف لفه كامله، صح؟ عشان اتحرك افضل داخل داخل داخل. اتجاه التغذيه هنا في الحاله ديت هو ايه؟ او التغذيه اللي هي ايه؟ المسافه
اللي هتمشيها بنطة الشنيور جوه الحيطة كل لما البنطة تلف لف. تمام؟ يعني لو عايز اعمل فيت سريع هضغط قوي على الحيطة بالشنيور صح؟ عشان يدخل بسرعة مش كده؟ تمام؟ انا بريد اضعب المسافه الكليه اللي هيدخلها دي ممكن تقول الدبث اوف كات انا ليه علاقه وهو داخل هو عمال يدخل بيدخل مسافه قد ايه كل لما البونطه تلف لفه هو ده الفيد في حاله الدريلينج في الموضوع ده خلاص ماشي طيب انا قلم وبيخرط خراطه خارجيه معايا كده ما حضرتك هل بيفضل واقف مكانه ولا بيتحرك على مدار الطول بتاع الاسطوانه بيتحرك خطوات بيتحرك ايوه الخط بخطوات مسافات كده بالعرض صح عشان ياخد الاسطوانه كلها ياخد الطول كله مش كده المسافه اللي القلم بيتحركها بالعرض كده او بالطول او على طول الاسطوانه كل لما الاسطوانه تلف لفه هو ده الفيد ده لو انا بعمل خراطه طوليه طب افرض انا بعمل بارتنج يعني عايز اقطع الكاتنج طول اقسمها نصين صح هفضل داخل 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 لغايه النص لغايه ما تتقسم نصين مش كده تمام المسافه اللي بدخلها بقى في الحاله دي جوه كل لما الكاتنج كل لما الورك بيس تلف لفه هي دي التغذيه هي دي الفيد تمام فاهم كده طب سؤال فهمت بس سؤال هو الدبس اوف كات مش هو المكان الرايش او اللي بيطلع مكان الفراغ لما تيجي تعرفه تبص ترجمته اسمه عمق القطع انا قطعت صح؟ بعمق قد ايه؟ يعني نزلت غرست قد ايه؟ دخلت قد ايه؟ كتوت المسافه ده عمق القطع اوكي؟ يعني لو انا غرست مثلا 3 مللي هقول ان الدبث اوف كات هو 3 مللي غرست كمسافه كليه يعني انت كان القطر الاصلي بتاعك 20 مللي كويس وبعدين بقى 18 يبقى انت غرست قد ايه؟ 2 مللي يبقى انا غرست 1 مللي مش فاهم معلش القطر الاصلي كان 20 18 القطر الاصلي بتاع الورك بيس كان 20 قعدت اخرج فيها لغايه ما بقى 18 تمام يبقى انا غرست قد ايه؟ يبقى غرست 2 مللي غرست 1 مللي واحد عشان على الاثنين عشان بعمل من الاتجاه من الاثنين بتاخد من الاثنين اوكي يعني انت دايره بص دايره قطرها 20 بقت 18 خلاص النقطه اي نقطه على الدايره اتحركت قد ايه من هنا لهنا عشان تبقى من 20 تنط تنزل للدايره من 18 بقت راديوس بحسبها حركه مسافه قد ايه 1 مللي او احسبها بالراديوس زي ما انت قلت ماشي مظبوط هي يعني انا لما اطرح واقسم على اثنين كاني قسمت بالراديوس تمام طيب فهي الفريزا انا شخصيا بحب الفريزا اكتر يعني من المخرطه يعني بحس فيها دماغ اكتر وطبعا لما نبدا نخش بقى في السي ان سي والكلام دوت يعني الفرايز انواع بقى يعني الفريزا انواع حتى لو مانيوال حتى لو مش سي ان سي اوكي وهو ده اللي يميزها بقى عن المخرطه مخرطها شكلها اسطمبه لكن فريزا لا فيها يعني فيها حوارات كتير يعني اوكي طبعا مش هينفع ناخد كلها على الاقل ان انا بديك المبادئ العامه تفهم الفريزا دي بتعمل ايه وهديك جزء مهم جدا في الفريزا اهم جزئين اللي هو كاتنج ازاي تقطع ترس وحسابات سن الترس وهعمل ايه عشان اقطع عدد السنون الفلاني اوكي دي يمكن اهم ويمكن هو ده نفس اللي مش كان بيشرحه لك في الورشه يعني انت لو رحت الورشه هو هيشرح لك الكلام ده برضه خلاص طيب بس عايزين فيديوهات لو في حاجات كده يعني. هو انا فاتح ايه دلوقتي يا خالد اوكي انا محمد على فكره فاتح يا محمد دلوقتي ما فرقتش يعني فاتح ايه انا مش شايف حاجه وانا حضرتك مش فاتح حاجه على فكره لا يعني انا كنت فاتح ايه قبل ما البتاع يفصل ايوه تمام فيديو عن الميلينج طيب ما ينفعش يا بقى فاتح فيديو وبعدين الاقي حد يقول لي بس عايزين فيديوهات يعني يكون حاجه غلط اوكي فدي تعتبر كلين ميلينج او يعني تفريز مستوي يعني بيقولوا
طيب بيقول لك بقى انها ممكن تبقى اب ميلينج او داون ميلينج. ايه الفرق مثلا بين الاب ميلينج والداون ميلينج؟ انت شايف هنا ايه اللي بيحصل؟ هو انا يعني شايف صور كده اب ده البلين ميلينج الاولاني كان اب الاب ميلينج. اه لاحظ ان الورك بيس يعني السن فوق بيعمل السن. بصوا يا جماعه الورك بيس بتتحرك في الاتجاه دوت صح كده مش يعني من اليمين للشمال صح. الكاتنج الكاتر هو بيلف السن بتاعه داخل في الورك بيس بالعكس او تقدر تقول العكس ان الورك بيس داخله في السن من وش بالعكس خلاص. فده بيسموه الاب ميلينج. شايف شايف اتجاه ال شايف حتى هو معرفه لك تحت بيقول لك ان هي روتيتس ان ذا دايركشن اوبوزيت تو ذا فيد دايركشن. يعني يعني القطر بيلف في اتجاه عكس الفيد. الفيد كده وهو بيلف عكسه بيقابله يعني خلاص. السن بيقابل السن بتاع القطر خلاص تمام ماشي. طب امال ايه الداون ميلينج اللي هو عكسه بقى؟ ده الداون ميلينج. شايف بقى الفرق هنا ايه فرقه عن اللي فات؟ حد لاحظ الفرق؟ القطر لتحت بيمشي مش عكس تحت وفوق يا جماعه يعني ماشي او تحت داون ميلينج. ان هنا القطر في نفس اتجاه الفيت مش معاكس الورك بيس هو ماشي انما اللي فات كان بالعكس خلاص كان بيواجهها هنا مش مواجهها. هنا هنا الورك بيس جايه للسن من ورا مش من وشه. ده الداون ميلينج. طب وده بيفرق ايه في ال فكر انت بقى كده بيفرق ايه؟ فكر كده حد يقول لي امتى اعمل ده وامتى اعمل ده؟ في الرف وفي الفينش في الاب في الرف وفي الفينش. الاب بالاب في الرف والداون في الفينش. هو واضح ان ده يدي فينش احسن شويه الداون ميلينج بس في برضه فرق تاني كده ممكن تفكره. صلادة الورك بيس يا جماعه صح؟ يعني الورك بيس لو صلادتها عاليه شويه مش هعرف اشتغل زي اللي فات اللي هو الاب ميلينج. مش هخلي السن مواجه للايه؟ وكمان صلاده القطر هل هو هاي سبيد ستيل ولا مثلا تنجستن كاربايد؟ لاحظ هو نفس الكلام يعني الصلاده والماتيريالز كل حاجه اللي كنا بنقوله في المخرطه هو هو هنا خلاص؟ لو دي صلادتها عاليه ممكن اشتغل بيها والماده كمان صلادتها عاليه فينفع اشتغل بيها اه فاهم اللي هو الاب ميلينج اللي فات. لكن لو الصلاده بتاعته قليله شويه يبقى ايه هشتغل داون ميلينج لو ماشيين مع بعض كده عشان اقلل المواجهه او الريزيستنس ما بين ده وده. ايوه بالظبط تمام ماشي. انا بسجل كده بسجل تعالى كمل كده. حاجة تانية يقول لك ذا كاتر اللي له هاي راك انجل او ريك انجل يعني او زاوية خلوص كبيرة ده اللي ممكن استخدمه في الداون ميلينج. اوكي يعني الريك انجل دي كنا قلناها في في المخرطه اللي هي الزاويه بتاعت الزاويه بتاعت سن الترس يعني. اوكي طيب في حاجه اسمها فيس ميلينج نوع تاني من انواع الميلينج بقدر اعمله على الفريزر. اوكي اللي هو ده بس حد بقى ممكن يقول لي كده لاحظ ايه الفرق ما بين ده واللي فات؟ فين الورك بيس هنا؟ الاتجاه بتاع ال ايوه الكاتنج تول اللي هي الله ينور عليكي اتجاه كاتنج تول او لو عايز ابقى ادق يا فريهانه اقول ايه مش اتجاه كاتنج تول بقى؟ اوكي نسيت اسمها الاكس او السبندل اللي شايله الكاتنج تول هنا هنا ايوه هنا افقيه صح؟ هوريزونتال مش كده هوريزونتال خلاص؟ فدي بقول عليها فريزه افقيه دي بقول عليها هوريزونتال ميلينج ماشين. اوكي؟ لكن لما اجي ابص هنا ايوه هلاقي السبندل اللي شايل الورك بيس ماله؟
رأسي. فدي بقول عليها ايه؟ ها؟ vertical milling machine. بالمناسبة في حاجات يعني في حاجات اقدر اعملها بالvertical واعملها برضو بالhorizontal عادي خالص. فده بس في طريقة التركيب والعلاقة بين الورك بيس والايه والكتر بيركب ازاي. يعني لاحظ اللي بيتعمل هنا تقريبا شبه اللي كان بيتعمل هناك. بس هنا ببدأ اسميه ايه بقى؟ اسميه face milling مش plane milling. face milling. بس دكتور هو ده يعني الفيرتيكال بحس ان هو ممكن ياخد كمية كبيرة. لا مفيش كمية ملاش علاقة خالص. حسب هو بيعمل سبيسنج هو تقريبا عمل نفس اللي عمله هناك صح؟ بس ليه سمى ده فيس ميلينج؟ هناك ما سموهوش فيس ميلينج. ما هو هو تقريبا ما هو اللي بيتعمل هنا يا جماعة هنا بياخد جزء كبير قوي. لا مش بالجزء ممكن على طول ما بيعملش نفس الاتجاهات الاكس والواي زي ثانية واحدة كمان كده معايا. انا معاك يا جماعه. ليه بقى اسمه فيس دوت؟ علشان ما بيمشيش في الاكس يعني في الاكس والواي زي التاني. بص هو عشان بيعمل الوش بتاعه عشان بيساوي اكتر يا دكتور الوش بيساوي الوش الكتر هنا يا جماعه كويس وش يعني مواجه للورك بيس من وشه من الفيس بتاعه. اوكي مش كده ممكن يعمل له فيسنج احسن صح؟ انا مش عارف ايه احسن اوحش اللي انت عم تقوله دي انا مش فاهم ايه الموضوع. لا انا قصدي يعني بيعمل فيسنج يعني اللي هو مخصوص اصلا ده عشان يعمل فيسنج صح ولا جماعه هنا الكتر كويس وشه للورك بي يعني وش الوش الورك بيس ما بيقطعش. لاحظ ان هنا كان بيقطع من انهي حته اللي قبل كده من عند مش من وشه من عن طريق السنون صح؟ لكن هنا هو اثناء بيقطع بالسنون وش الوش الورك بيس الثاني عشان كده سموه فيسنج فيس ميلينج. اوكي واضح؟ لاحظ شايفين ايه اللي راكب هنا بقى حد كده جدع كده يقول لي ايه مثلا الحتت الصفرة دي؟ سيليكون سيليكون دي كاتنج تولز سيليكون دي لا كان ليها اسم كده في الخرائط هي دي تقريبا تمثيل الرايش بعد ما يقطع هنا راكب عليه انسرت يعني مثلا ده ايوه معمول. ايوه كنت هقولها ده هاي سبيد ستيل مثلا الجسم بتاعه او ستيل عادي مثلا بس راكب فيه انسرت زي الكربايد مثلا او زي الحاجات اللي او مثلا دايموند مثلا او دايموند مثلا او كده واضح؟ ما ده انا كنت والله اقوله ماشي باشمهندس عمر محطوط على الويتنج اه صحيح مش لاقيه مش باين عنده هو كان معانا من الاول عمر؟ اه كان موجود معايا من الاول لا ما ظهرش خد بيظهر لي تحت يعني تمام فيس ميلينج يعتبر فيس ميلينج وده بيسموه فيس ميلينج كتر شايف الفيد برضه هنا نفس النظام لاحظ هنا يعني ايه المهم طبعا ملحوظه هنا اوعى تكون فاكر ان الكاتنج تول عشان اسمه فيس ميلينج فهو بيقطع بوشه الكاتر مش بيقطع بالوش فهو بيقطع بالسنون ديت بس هو عشان اتجاهه بالمنظر ده فتسمى فيس ميلينج اتجاهه لكن هو مش بيقطع بوشه هو بيقطع بالسنون اوكي
طيب ايه ده ايه ايه سؤال تاني بقى، دي فريزه افقيه ولا راسيه؟ دي هوريزونتال. هوريزونتال طيب. الاكس اللي شايل الاكتر اللي شايل القطر افقي اوكي، والورك بيس تحت تاني، ده بيسموه سايد ميلينج كاترز. هناخد الانواع دي دلوقتي. يعني ايه سايد ميلينج كاترز؟ او سموه سترادل ميلينج بالمنظر. اه ده بيقطع بالجنب، بجنب السنه، فالسنه مش مدببه. طب ايه بستفيد منه؟ بطلع اشكال عامله ازاي؟ طلع الاشكال دي، المدرجات دي، السلالم دي اوكي. وطبعا عرض كل سلمه هو عرض مين؟ نفس عرض ايه؟ الميلينج الكاتنج تول، نفس العرض بتاع ايوه الكاتنج، السنه بتاعت الكاتنج تول. عشان كده بيسموا دول ايه؟ سايد كاترز. سايد كاترز هو مخصص لكده. بس بيقطع كمان منين بقى؟ مش مهندس هو انا عشان اعمل حاجه على 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 إيه؟ وانا عشان اعمل حاجه على الفريزه. حضرتك سامعني؟ سامعك. اهو يلا راح نقول. هو انا عشان اعمل حاجه على الفريزه لازم تكون الماتيريال بتاعتي، يعني الجزء اللي انا هعمله الورك بيس بتاعتي تكون معملها فيسنج كويس جدا وتكون مظبوطه قبل ما اعملها تفريز اصلا. مش فاهم السؤال. مش ضروري لازم تاني معلش. قصدها هي قصدها في مكنه الخراطه، يعني انا عشان اجيب مثلا قطعه اي حاجه ورك بيس اعمل لها تفريز، عشان اعملها مثلا ترس لازم اكون متساويه الورك بيس بتاعتي دي تكون هي طبعًا. اصلا اسويها ازاي؟ لو هي مدوره ممكن اسويها على المخرطه، اكون جايه هي جايه متظبطه المخرطه. لو هي زي ما يعني الورك بيس اللي قدامك دي صعب انها تكون جايه من المخرطه صح، شكلها مكعب كده وبتاع اوكي. طب افرض السطح بتاعها مش متساوي، اسويها بايه بقى؟ قبل ما ابدا اقطع واظبط واعمل الدرجات والسلالم دي، هي السطح لازم يكون متساوي صح؟ اعمل له فيسنج، هظبطها بالفيس ميلينج او بالبلين ميلينج. لو هي فريزه، لو عندي فريزه افقيه هعمل بلين ميلينج اللي هو كان في الاول، لو فريزه راسيه هعمل فيس ميلينج اللي هو كان ثاني واحد عشان اسوي السطح، وبعد كده ابدا اشتغل اكمل بقى اشوف عايز اعمل فيها ايه. تمام اوكي مش مهندس. طب ايه طبعا الفريزه اللي عندنا في المجمع ملي. بالمناسبه الفريزه اللي عندنا في المجمع افقيه اوكي، عشان برضه تبقوا عارفين. هتلاقوها فين؟ هتلاقوها في اخر، لو ده وانت ماشي في الدور الارضي، في اخر الدور الارضي على اليمين اوكي. يعني انت اول ما بتخش الدور الارضي احنا دخلنا وشفناها على فكره، شفتوها كمان. طب كويس. واول الدور الارضي على اليمين مكتوب معمل هندسه العكسيه، ده اللي هو فيه المعامل. عشان كده انا قلت ان هي راسيه عشان انا ما شفتش غيرها. لا هي افقيه. طيب عايز تقول ايه يا خالد ولا محمد؟ انا خالد. قول يا خالد. بالنسبه لدكتور يعني انا افرض انا ما عملتلهاش فيسنج دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هو انت شايف ايه؟ قول انت. ايه؟ انت شايف ايه؟ انا بسال ايه اللي هيحصل لو انا ما عملتهاش؟ لو مستويه. اي حاجه مش متساويه واشتغلت عليها الشغل يطلع مش متساوي، لازم ابدا من وش متساوي. لو مش متساوي حسويا اوكي، بس لما ابدا اخش بقى في العمليه الفاينل زي ما انت قدامك كده، يعني السطح يعني السطح ده هو هنا عايز يعمل ايه مثلا؟ هو هنا عايز يعمل درجات. بص بقى الفكره هنا في الفريز، عشان كده بقول لك فيها تفكير كتير. يعني هو عايز يعمل الشكل، الشكل ده فيه سيمتريه صح؟ سيمتريكال مش كده؟ هنا زي هنا، يمين زي شمال، فيقوم جاب الاثنين سايد كاترز دول مركبهم خلاص، وظابط المسافه بينهم هي نفس المسافه بتاعه الايه حسب المقاس اللي انت عايز تعمله. يعني هو يعني ظابط المسافه بحيث انا عايز اعمل الدرجه اللي فوق ديت بحيث يكون المسافه بين الدرجه دي والدرجه دي 20 مللي، يبقى انا بظبطهم فوق على الاكس المسافه بينهم 20 مللي، وقطع الاثنين مع بعض بحيث المجرى دي مع المجرى دي. بس هل ينفع اعمل كده ويكون السطح ده مش متساوي اصلا؟ ما ينفعش. يبقى اسويه ازاي؟ زي الحاجات اللي خدناها في الاول بقى، البلين ميلينج سواء اب اند داون، اب اند داون مثلا، او بالفيس ميلينج. بعدين ابدا اشتغل بدون خلاص؟ تمام تمام.
كان بيسموه جانت. خلي بالك بقى، لاحظ شديد حته مهمه قوي، شايف البتاع اللي راكب عليها دي اسمها ايه؟ العمود الافقي اللي في الفريزه اللي بيركب عليه كراتر، اسمه ايه؟ اسمه أربر. اسمه ايه؟ مكتوب يا عم هو على الشمال، اسمه ايه؟ أربر. ايوه ايوه شفت والله، أربر أربر. اوكي اسمه كده خلاص. شبه ايه ده كان في المخرطه كده، حد يفتكر؟ مندريل. الله ينور عليك، شبه المندريل. ايوه بس المندريل كنت بركب عليه ورك بيس، هنا بركب عليه القطر الكاتنج تول. تمام، فدول سايد ميلينج كاترز. ممكن بقى زي ما انا عايز ابقى مركب 3 4 5 وعايز اعمل عشان ايه؟ اعمل عمليه مره واحده، فيقوم هنا دي زي دي ودي تعمل لي ميجره كده في النص مثلا عشان انجز هنا. بالمناسبه انا كنت ممكن اعملها بكتر واحد، يعني ممكن اعمل الميجره اللي على الشمال واليمين بنفس القطر دوت من غير ما اركب مثلا لا دي ولا دي، بس في الحاله دي هضيع وقت رقم واحد، واقعد اظبط بقى الفيد بقى ان انا اتحرك المسافه دي قد النص دي واعمل بنفس المسافه اللي حركتها اتحرك، يعني ايه شغلنا؟ تظبيط كتير يعني. دول بيسموهم ذا جانج ميلينج. جانج ميلينج يعني كانهم عصابه، يعني حاطط كذا قطر وشغال في نفس الوقت. هي مسميات يعني. هنا بيقول لك this method الهدف منها انها بتسيفز ماشينينج تايم. طبعا الكاتر سبيد بيتحسب from the cutters of the largest diameter. ايوه شايف بقى الحته دي مهمه. ليه بقى هنا؟ ليه cutting speed بتعمل حسابه على اكبر واحد فيهم؟ معلش تاني كده. لو عايز اظبط cutting speed او cutter speed سرعه القطع، خد بالك اللي هي الفي، بعمل حسبانها على اساس اكبر واحد ولا اصغر واحد؟ اكبر واحد، لان هو ده اللي هيدي اكبر في. بعمل حساب اكبر واحد اللي هو ايه؟ الترس؟ اكبر واحد فيهم. مش ترس، بس مش ترس، اكبر قطر الكاتنج. تمام. كاتنج تول. الترس ده منتج، الترس ده ورك بيس. مش اوكي. تمام، عشان بس ايه كده. طب اسمه فورم ميلينج. بيعمل ايه فورم ميلينج؟ تشكيل، يعني ممكن اعمل مجره ليها شكل معين خلاص، زي مثلا تبقى ايه يعني فيها كونتورنج، يعني بص شايف كده المجره ايه فيها زي نص دايره كده. بيسموه كونفكس ميلينج. طبعا لازم يكون طبعا ايه طيب ده مهم، ده مهم قوي، اسمه اند ميلينج، مشهور قوي ده، مشهور قوي قوي. دي فريزه افقيه ولا راسيه؟ راسيه. راسيه ليه؟ لان السبندل اللي ماسك الطول راسي. فين هنا الكاتنج تول؟ الوقفه دي اللي هي شبه الشنين. الله ينور عليك، شبه البونطه. كويس؟ خلاص؟ البونطه بالظبط. بالظبط. فالعمليه دي اسمها اند ميلينج. ليه اند ميلينج؟ لان انا بقطع بالطول من نهايتها. اند ميلينج. اوكي؟ باجي من وشها كده ونهايتها وابدا اقطع. خلاص من الطرف بتاعها. تمام. طيب بما انها العمليه دي اسمها اند ميلينج، فالبتاع ده له اسم شهير بالبلدي كده، معرفش سمعتوه ولا لا، اسمه اند ميلي. سمعتوه قبل كده؟ اسمه اند ميلي خلاص. البتاع ده شبه البونطه كده، بيستخدم في التفريز. بالمناسبه بقى، بالمناسبه الشغل اللي هتاخدوه كله مع استاذ محمد حسن في الكام اسبوع الجايين على السي ان سي راوتر، خد بالكم هو هيديكم مكنه اسمها راوتر. الراوتر دي شبه الفريزر، بتعمل يعني اللي هي بتشوفها في المعمل الازاز ده بتاع السي ان سي، هي محدوده شويه انها بتعمل احد عمليات التفريز فقط، اللي هو انهي تفريز؟ اللي هو الفتح والحفر والسلوتس والكلام دوت، يعني ممكن تعمل برضه ايه تسوي الوش وكل الكلام ده، بس ما بتعملش تروس مثلا. خلاص كده؟ تمام؟ اغلب 90% من الشغل اللي هتاخدوه معاه على السي ان سي راوتر هو اللي قدامك ده، اللي هو الاند ميلينج. تمام؟ معلش. الاند ميلينج ده بيعمل ايه بالظبط؟ معلش تاني. حواليك بيعمل ايه دلوقتي؟ بيعمل حاجات كتير بقى، يقدر يخرم عادي، يقدر يفتح مجره، يقدر يفنش من الجنب. اوكي؟ هو يعني متنقع. شايف؟
يقدر يفنش كده من الجنب، يقدر يعمل ايه كمان؟ يقدر يعمل نارو سلوتس وجروفز. يعني ايه؟ هتشوف دلوقتي يعمل مجرى مربعه مثلا. ويقدر يتعمل فيرتيكالي هوريزونتال، يعني ممكن اعمله على فريزه افقيه وراسيه، بس تركيب الطول هيختلف كده. مش باين هنا بس بيعمل ايه تاني غير ان هو سواها من الجنب كده؟ ممكن يدخل فيها من هنا يخليه كيرف، ده كيرف ده يعني كيرف. لا لا، يدخل من هنا، من هنا في نصها ويقوم فاتح لي ميجرا فيها. طب ما ينفعش يعني اقول لك مثلا، يعني اقول لك حاجه مثلا، اقول لك حاجه مثلا كويس. افرض انا يعني انت بتشوف اليوفط والحاجات اللي بتتعمل في المجمع كلها بتتعمل بالمكنه السي ان سي، يعني ده انا عايز اخش اكتب اسمك هنا على السطح ده، اكتب رحمه ار اي اتش ام اي، هيخش يحفر الار والاي والاتش والام والاي من فوق كده، متخيلين؟ بس من تحت بقى فاهمين ولا فاهمين؟ يعني هو يقدر يخش يعمل حفر، يعني حفر اه بالظبط، يقدر يحفر بس يحفر من تحت بقى. يعني هنا يعني هو هنا لما سوى الجنب سواه منين؟ سواه من الجنب بتاعه. ايوه عنده مقدره بقى انه يشتغل من تحت. يعمل ايه من تحت؟ رقم واحد يعمل لك ثقب، يفرض انا عايز اعمل ثقب هنا عمقه مثلا 3 4 مللي، خلاص هعمل ايه؟ هنزل بيه عادي كانه بونتشينيو. طب عايز افتح مجرى، هيقوم عامل ثقب الاول وبعدين ماشي فيها بالعرض كده حافر، يعمل لك بقى يافطه، يعمل لك شعار الاكاديميه، يعمل لك ممنوع التدخين، يكتب لك اسمك، كل اليافطه اللي انتم شايفينها في المجمع دي كلها كويس معموله بالبتاع ده على المكنه السي ان سي راوتر اللي تحت. خلاص شفتوا الساعات الخشب اللي بتبقى متعلقه دي مثلا عند دكتور عصام في المكتب او شفت الساعه الخشب؟ أيوه. دي حته خشب بالظبط. دي اصلا اصلها ايه؟ اصلها ايه؟ بيجيب لوح خشب ام دي اف كبير مربع كده، يقوم حاطه على المكنه وبعده يا جماعه اتفرجوا عليه حتى من بره الازاز كده وهو شغال. هتعدوا فين؟ سوري يعني، يعني لو ان شاء الله ما نرجع بعد كده في اي وقت عدي هتلاقيه شغال، يعني شوف الحاجات دي عادي بمنتهى السهوله. الساعات دي معموله ازاي؟ هو بيحط شيت خشب كبير خلاص، ويعمل ايه؟ يقعد ينزل بقى يحفر بقى، يحفر شكل الساعه اللي انت شايفه ده، وبعدين عايز يطلع لك 20 30 ساعه من اللوح، يقوم عامل لك ايه؟ حفر بقى دايره دايره بتاعت الساعه مطلعها لك قاطعه خالص بقى، فاهمين؟ من اللوح يعني، ما هو اللوح ده يطلع منه 20 30 ساعه مثلا صح؟ ايوه اكيد. ايوه صح. هو بيحفر الاول بتاع كل الـ 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 الارقام والحاجات العقارب والكلام بتاع كل الساعات، وبعدين يبدا ايه؟ يطلع ساعه ساعه. يطلعها ازاي؟ عشان اخدها على الحيطه، يحفر بقى الدايره كلها يفرغها لي دايره دايره كده جنب بعض. خلاص هو طبعا اللوح هتشوف كل اللوح مثلا جهاز التعقيم مثلا اللي انتوا بتشوفوه مثلا اللي هو جهاز التعقيم اللي عاملين نتكلم عنه تويتر فيسبوك، لو بصيت عليه من في الوش هتلاقيه موجود، مش مكتوب عليه من بره كده لازم تغمض عينيك وشعار الاكاديميه. هو ده معمول بيه بالاند ميلي دوت. اوكي حط اللوح الاسود ده البلاستيك اللي انت شفته بتاع اليافطه ده وينزل يحفر. اوكي شفتوا انتوا؟ طيب لا بس دي معموله بالبلازما. شفتوا انتوا مثلا اليافطه بتاعت المجمع اللي هي مجمع خدمه صناعه؟ اللي هي على المبنى نفسه، على المبنى كويس؟ اه دي مش معموله بيه بقى. هو عشان يعني هي بص هي ينفع تتعمل بيه. ما حضرتك قلت في سرك ان هو ليزر ولا كان بلازما؟ هي ينفع تتعمل بيه، ينفع مش ما ينفعش. ينفع بس المكنه اللي في المجمع الراوتر ما ينفعش تعمله. ليه؟ لان هو ده عشان يحفر في معادن بتاع معدن انت شايفها دي اليافطه دي، عشان يحفر في معدن بيولد حراره كتير فمحتاج تبريد. المكنه مش اكويبت بالتبريد، المكنه هي مخصصه لقطع الخشب والبلاستيك والاكريليك. خلاص ماشي. حاجه البعثه اللي حضرتك بعتها هو عامل زي اللي هو فاهم عادل امام في بتاع عصير طيب ينفع تتعمل؟ ينفع طبعا يعملها ويعمل ابوها طبعا اكيد يعني، بس هي الفكره ان هي المكنه اللي عندنا امكانياتها ما بتحفرش معادن بالاند ميلي، انها عايزه تبريد وعايزه، لكن هو يعملها طبعا. اوكي طب هو عاملها بايه في المجمع عندنا؟ عشان برضه بقولت لكم معلومه كده على السي ان سي، هو عاملها في المجمع عندنا على فكره باني مكنه بقى دي افضل
مش حضرتك قلت بلازما؟ بلازما. ايه البلازما؟ نفس فكره يعني بالكهرباء لحم، يعني زي فكره حم الكهرباء، بيقطع بالكهرباء نوزل كده متوصله، ويبقى المعدن متوصل فيه طرف موجب وطرف سالب، يخش هوب يقطع يسيح ويصهر ويقطع المعدن. اوكي دكتور، يعني ثانيه واحده، يعني السي ان سي اللي في الاكاديميه في ثلاثه سي ان سي، بص في ثلاثه سي ان سي في الاكاديميه، او اكشولي في اربعه سي ان سي. اوكي تمام. السي ام ام اللي بتقيس في معمل هندسه العكسيه اللي عندي ديت، دي يعتبر سي ان سي خلاص. وهو المعمل الشفاف ده اللي بعديه اللي هو بعد الهندسه العكسيه ده، هتلاقي فيه مكانتين سي ان سي برضه، واحده فيهم راوتر اللي هي اللي عمال اتكلم عليها ديت، اللي بتحفر وتعمل خشب بلاستيك وكده، وهتلاقي قصادها واحده ثانيه بلازما. هي كانت ليزر وحولها بلازما بالمناسبه. الليزر يعني شعاع ليزر، وينزل يقعد يحفر في الايه، في الـ في الـ في الشكل في المعدن، يطلع اللي انت عايزه. اوكي الفكره ان انا قصدي بلازما يعني ايه؟ ان انا مثلا لو انا عايز اعمل حاجه معدن، لو انا عايز اشكل حاجه معدن على سي ان سي، تنفع يعني ولا بس تكون 2 دي يعني زي يافطه كده، بتحفر بتقطع في حاجه معدن زي يافطه المجمع كده مثلا، ده مجمع خدمه صناعه، معهد دراسات الكلام المهنيه، الشغل ده خلاص. مثلا لوحه مثلا متعلقه، و يعني عارف لما يبقى مثلا عندي لوح ستانلس كده مثلا، ومتقطع من جواه متفرغ رسمه. اوكي تمام. عادي تتعمل عندي برضه. ما ينفعش يعني حاجات 3D؟ لا ما ينفعش حاجات 3D. كانوا عاملين الباب بتاع الجامع ده كان حلو جدا، ما اعرفش بقى هم عاملينه بيها ولا باب الجامع معمول بيها. اوكي حلو جدا ما شاء الله. باب الجامع اللي فين؟ اللي في الاكاديميه. كان معمول بيها، رسام منزل، معمول بيها، معمول بيها. اوكي كل برضو الحاجات الكولدرات والحاجات مثلا عارف الصاج بتاع التلاجة او الكولدير، مش بيبقى مفرخ كده فتحات من الجنب او زي التكييف، بيتعمل بيه. اوكي بس مش بالراوتر، بالبلازما او بالليزر. البلازما يا جماعه ايه الفرق بين الراوتر والبلازما؟ الراوتر ده بيبقى اند ميلي زي ما انت شايف كده، زي ده كده تمام، او اي حاجه تانية ممكن يبقى اند ميلي، اللي هو مثلا بيبقى الطرف بتاعه يبقى على شكل كوره، على شكل بتاع، المهم يعني يبقى اند ميلي طول كده زي اللي انت شايفه، كانه فريزه راسيه، وبينزل يحفر ويفرغ ويعمل سلوتس ويعمل بتاع اللي هو اللي انا عمال اشرحه ده. دي راوتر اسمها. اوكي دي راوتر. ساعات بيدوها اسم كده بيسموها 2.5 دي ميلينج فريزه، بس مش 3 دي ولا 2 دي، هي تعتبر 2.5 دي. يعني 2.5 هي بتعمل حاجات 2 دي، وفي نفس الوقت ممكن تعمل لك كونتورنج، يعني عارف تعمل لك شكل ايه. انت عارف لما تيجي تعمل شكل مثلا، اقول لك بالظبط، انت عارف شكل ماوس بتاع الكمبيوتر؟ هو ممكن يعمله. الماوس ده يعتبر ما يعتبرش 2 دي صح، وما يعتبرش 3 دي بالمناسبه، يعتبر 2.5 دي. هتقول لي طب هو يعملها ازاي 2.5 دي؟ ان هو يحفر ويجي من الجنب يطلع وينزل، بحيث يعمل لك الشكل النص كروي بتاع الماوس ده.